اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناه عالم امين. ان شاء الله تكونوا بخير. في هذا الفيديو باش نقدموا موقع لربح العملات الرقميه، تقريبا 50 عمله تقدر تسحبها، منهم على الفوست باي، منهم على منصات اخرى، والسحب فوري ومباشر. باش نشرحوا طرق الربح مع اثبات سحب شخصي ان شاء الله. تنسوا الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد يخص العمل وربح الانترنت من قناه عالم امين. واللي عنده اي استفسار او تساؤل يجي متواصل معنا على الصفحه الرسميه الخاصه بنا عالم امين على الفيسبوك وحسابنا على الانستغرام، الرابط القوة في صندوق الوصف اللي نتوجه الى الموقع. اسم الموقع اصدقائي واللي هو Final Auto Claim، ان شاء الله تلقاو رابط التسجيل في صندوق الوصف، كذلك في صندوق التعليقات في اول تعليق مثبت. كنت انا كتب مقالة على هذا الموقع فيها تفاصيل عديدة وفيها رابط للتسجيل وفيديو سابق كنت انا شرحت الموقع سابقا، فيه طريقة التسجيل، طرق الربح واثبات سحب كذلك. كل شيء تلقاوه في صندوق الوصف ان شاء الله. كل ما في الامر، هذا الموقع يشتغل منذ مدة، ما عليك الا تجمع الدوتشي هي عملة الموقع، تضغط على ايرن دوتشي وتشاهد طرق الربح المجانية، بعد ذلك تقدر تحولها والا تسحبها الى كل هذه العملات الرقمية كما قدمت لهذو العديد من العملات، وكل مرة تضاف عملة الى الموقع. هنالك البيتكوين والليتكوين والدوتشكوين والشيبا وسولانا والعديد من هذه العملات، تقدر انت تسحبها بطريقة اوتوماتيكية عبر الاوتو فوست، يعني تختار 5 عملات 6 عملات ويوصلوا لك على الفور بطبيعة الحال مقابلهم عملة الدوتشي. انت تربح الدوتشي وتحولهم الى عملات، والا تجمع الدوتشي وتعمل سواب وتحولهم الى عملة واحدة وتسحبها اينما تشاء. قبل ما نشوفوا طرق الربح نشاهدوا اثبات سحب. احنا باش نجربوا الطريقة اللي احنا نختاروا 5 6 عملات ونسحبوها على الفوست باي على سبيل المثال. ننزلوا للاسفل اصدقائي قبل ما نجمعوا عملة الدوتشي. بطبيعة الحال احنا عنا 25771 دوتشي. ننزل للاسفل وهذه يعني المعطيات والداشبورد اللي تقدر تسحب من خلاله. هنالك فوست باي، يعني تقدر تسحب على الفوست باي، وفي هذا المكان بالانس مود، يعني توصل لك للبالانس اللي احنا قلناه بعد ما نضغطوا على ماي والت نشاهدوا البالانس الخاص بنا اللي هو في اغلب العملات والعملات الموجودة اللي قلنا عليها، وتضاف لارباحك 10% كما يقول الموقع. على كل انتم عندما تسجلون في الموقع ماذا بكم تخليوا البريد الالكتروني اللي مسجلين به الفوست باي باش تتم العملية بسلاسة ومن دون تغيير البريد الالكتروني الخاص بكم بعملة بمنصة الفوست باي. على كل احنا باش نجربوا فوست باي مود. في هذا المكان ريبورد تضاعف مرة 2 3 4 5، يعني في عوض تاخو 5 ساتوشي تاخو 25 ساتوشي، واي معناتها بطبيعة الحال عندما تضاعف الريبورد الخاصة بيك الدوتشي ينقص اكثر فاكثر. احنا باش نجربوا نضاعفوا الارباح مرة واحدة، وبالنسبة لهذه ريفريش يعني كم تنتظر باش توصل لك ارباحك الى الفوست باي. في هذا المكان كل دقيقة، كل دقيقتين 4 6 8 10، احنا باش نجربوا كل دقيقة وانتم تقدروا تغيروها وتعدلوها متى شئتم. ننزلوا الاسفل اصدقائي احنا باش نجربوا على الفوست باي، يعني نجرب ونضع العملات الموجودة في الفوست باي. نختار البيتكوين، نختار البيتكوين كاش على سبيل المثال، كذلك الداش والديجي بايت، كذلك تقدر تضيف البي ام بي. على كل كي تبدا ثم العلامه الصحيحه، يعني العلامه الصحه الصح، فبالتالي انت باش تجمع هيك العمله، كذلك تقدر الاثيريوم والليتكوين والعديد من هذه العملات. ننزل للاسفل اصدقائي وتكمل الكابتشا هذه بكتابه هذه الكلمات وتضغط على ستارت اوتو فوست وتنتظر الوقت اصدقائي. كما قلنا احنا دقيقة، ننتظر 40 ثانية هذه ونرجع لكم. وانتهى الوقت اصدقائي وطبيعة الحال وصلتنا الى الفوست باي. الان تحب تنقطع على هذه العملية تضغط على صفحة اخرى احنا، فبالتالي باش نشاهدوا طرق الربح واولهم اوفر وول، لكن باش نشاهدوا اثبات سحب الان في صورة كما قاعدين تلاحظوا اصدقائي. هذه اثبات السحب، هنالك الايثيريوم، ديجي بايت، داش، وبيتكوين كاش، وايثيريوم وديجي بايت وداش كلها وصلت لنا على الفور في الفوست باي. ما نحبش نفتح الفوست باي باش ما يطولش الشرح. على كل هو الغائب
على كل بعد في نهاية الفيديو إن شاء الله نوريكم الماي وولت وكيف تحول العملات الخاصة بيك يعني مدوتشي إلى عملات أخرى لكن فيها حد أدنى لسحب، لذلك ما حبيتش نشرحها لكن تقدروا تقوموا بهذه العملية. ننزلوا الأسفل أصدقائي، وهذه أول طريقة للربح واللي هي العروض. ننزلوا إلى الأسفل كما قاعدين تلاحظوا هذه كلها شركات تقدم لنا عروض، يعني تحميل تطبيقات، وصول إلى مستوى معين إلى للألعاب، استطلاعات، استبيانات، والربح من الإعلانات والروابط المختصرة. تقريب العديد من الشركات منها المعروفة ومنها اللي لا، على كل تضغط على الشو وتشاهد العروض اللي تناسبك وتنهيها وتربح نقاط دوتشي. كل هذه الشركات أصدقائي، مونوليكس كذلك فيها الربح من الإعلانات، الواندا، سبيتسوال كذلك، بول فيش وأوفرتورو، يمكن تلقى شركات مقفلة إلى أن تصل إلى المستوى المحدد. هذه طريقة مع ربحها جيد لكن تتطلب جهد ووقت. على كل نضغط على إير دوتشي تجد طرق أخرى للربح وهي الشورت لينك وال، وهذه الروابط المختصرة الموجودة في موقع فاينل أوتو كليم. ما عليك إلا تضغط على كليم وتشاهد التقييمات الموجودة في الموقع. هذه كذلك سهلة تقدر تتجاوزها، يعني أنت حاول تجاوز الروابط المختصرة اللي تعرفها سهلة وبسيطة جدا، تتجاوز الرابط وتربح النقاط اللي يقول لك عليها هو بطبيعة الحال. كذلك XIO موجود، يعني هنالك العديد من الروابط اللي تقدر تتجاوزها وتربح من خلالها نقاط وتحولها الى عملات رقمية. نشاهدوا طريقة الثالثة للربح واللي هي سبيس بونس. هذه عملة جديدة تقدر تجمعها لكن انا شخصيا ما جربتهاش، وهنالك شروط لكي تربح هذه العملة. بالنسبة لدوتشي رول نضغطوا على هذا المكان، على ما أظن تكمل كابتشا وتاخو الرقم وتربح من خلاله عملة دوتشي. ننزلوا الأسفل أصدقائي، الطريقة هذه كل نصف ساعة تقدر تقوم بها وأنت ورقم الحظ اللي باش تاخذه. ننزلوا إلى الأسفل باش نكملوا الكابتشا بطبيعة الحال، نكتبوا هذه الكلمة ونشاهدوا حظنا كم سنربح من عملة الدوتشي، ونضغط على رول بطبيعة الحال والرقم الخاص بنا 7470، فبالتالي تحصلنا على 100 دوتشي و20 نقاط خبرة. تشاهدوا الطريقة الرابعة، هذه الطريقة كل نصف ساعة تقدر تقوم بها. بالنسبة لـ PTC وال واللي هي مشاهدة الإعلانات، كذلك سيرف أدس هي مشاهدة الإعلانات، وهذه هنالك يعني سوشيال جوب يعني مهام للتواصل الاجتماعي، تقدروا كذلك تشاهدوا هذه مسابقات وهذا بونس. نشاهدوا البي تي سي وال وهذه الاعلانات الموجوده اصدقائي. ننزل الى الاسفل، تضغط على فيزيت وتحصل على 114 دوتشي. تقريب كم من اعلان موجود هنالك 6 9، بصنا العديد من الإعلانات تقدروا تكتشفوها أصدقائي بطبيعة الحال. كما قاعدين تلاحظوا أصدقائي، طريقة أخرى للربح واللي هي الرابط الإحالة. احنا الآن في الداشبورد، تنزل إلى أسفل الداشبورد أسفل الصفحة وتنسخ هذا الرابط، تنسخه بالطريقة التقليدية وإلا تضغط على كوبي لينك بطبيعة الحال، وتربح 20% من أرباح الأصدقاء. صورة ما صديقك سجل وربح 1000 دوتشي، أنت تحصل على 200 دوتشي. هذه آخر طريقة تقريب وما شرحناش بالتفصيل، لكن تقدروا تكتشفوا أكثر الموقع في طرق أخرى للربح. بالنسبة لما تتجمع عملة واحدة فقط تقدر تضغط على سواب والدوتشي اللي عندك تحوله إلى عملة واحدة فقط. على كل ننزل الأسفل أصدقائي، هذه الدوتشي نخليها نفسها كما قاعدين، دوتشي توكن، وتختار العملة اللي تحب ترسل لها وتحب تسحبها. على سبيل المثال بيمبي على سبيل المثال، وفي هذا المكان تكتب الدوتشي اللي عندك 25536.
بعد ذلك هو يقول لك كم كم سيتحول لك البي ام بي. 25319 ساتوشي من عملة البي ام بي. تضغط على اكسشينج وتلقاهم في هذا المكان، تلقاهم في ماي وولت. تضغط على ماي وولت. كما غادي نشاهدوا اصدقائي، هذه الماي وولت والبالانس الخاص بنا. الحد الادنى على سبيل المثال البي ام بي 20000 ساتوشي من عملة البي ام بي. تضغط على ويذدرو وتسحب. صورت ما هذه الخانة خضراء، تقدر تسحب وعندهم رصيد في موقعهم. تضغط على ويذرو وتأكد العملية وتسحب أرباحك، توصلك أينما شئت. هذا مع تشرحنا الموقع Final Auto Claim. هناك عديد من المواقع المشابهة، لكن هذا يعتبر من أفضلهم ويشتغل لسنوات ويدفع. إن شاء الله نتقابلوا في مواقع جديدة ومجال جديد للأعمال وربنا أنترنت من قناة عالم أمين. الله يوفق الجميع وإلى اللقاء.